لكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامج النص الحلو. على فكرة أنا جالي سيفيهات كتيرة جدا كلها لناس عايزين يتجوزوا، وأنا بوعدكم بجد إن أنا مش هسيب حد خالص لغاية ما لقيله النص الحلو. تابعونا وتواصلوا معنا على موقعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك www.النصالحلو.com. هتلاقوا صور لعرسان كتيرة جدا موجودة على الموقع ده. خليكم معانا، ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم ونواصل. ها بقى يا سمينة، بقى طمنيني، قبلت في التنسيق ولا لسه؟ رمزي انت مجموعك كام؟ ايه يا ماما مجموعك كام وتنسيقك ايه؟ ايه يا ماما ده انت تمشي وراها، ده راجل مشوش مش دريان بيقول ايه؟ الله يكون في عون اللي هتتجوزه. انا عارفه عندي واحده صاحبتي فظيعه امرايا، يعني متجوزه واحد شبه رمزي بالظبط، يا طبق الاصل، ودكتوره. شوفي دكتوره مستحمله. دي اكيد دكتوره كتاكيت يا حبيبتي، اشتغلت في مستشفى امراض العقليه. ايه ده صوره عم رمزي يا هيله؟ وري نوري، بص ده انا امور قوي يا بنت ياسمين. يا مامي ده تتخض يعني على هتتجوزها. بعتوا صوره انا كمان. ايه يا حبيبتي يا بنت، انت مش عايزه تتجوزي انت كمان؟ مش معنى انا يعني انا ماليش نفس. طب يا ياسمينة، انا عروستي بقى حبيبتي هتعرفني منين بقى؟ انا عملت لك اكونت على الفيسبوك، واللي هتعجبها صورك هي بقى تتوصل معاك. يا رب اتجوز قبل ما دول حبيبي يرجع، نفسي كده يرجع يلاقيني بقى عروستي في ايدي ومعانا ابننا. ورجعنا مرة تانية مع كل مستمعينا في كل مكان وبرنامجكو الجديد النص الحلو. بصراحة يا جماعة الإقبال على صفحتنا على الفيسبوك كتير جدا، وده شيء مخليني حاسة ان انا بعمل خير، بعمل حاجة حلوة قوي. بس اكتر حاجة مخلياني مندهشة وبشدة هو العريس اللي اسمه رمزي، ليه معجبين كتيرة جدا والطلبات عليه نازلة ترف زي الرز. انا عايزاكم تبعتولنا على طول علشان عايزين طلبات اكتر واكتر. خليكم معانا وحلقتنا والنص الحلو. ايه عادل هترجع امتى؟ ايه؟ 5 ايام ليه ان شاء الله؟ يسلم النطرة؟ اسمها المطرة يا عادل، انا ماليش دعوة حبيبي ان المطرة بتمطر عشان كده الماتش اتأجل. بص بقى يا عادل يا سعيد، انا بنبهك والله 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 يا عادل، لو بصيت يمينك وشمالك على اي ست معدية او اي بنت انا بجد هرفع عليك قضية خلع. ماشي؟ يا دبلية الخطوبة عقبالنا كلنا ونبني طوبة طوبة في عيش حبنا. نتقنى بالخطوبة ونبني غني وعبر من قدك ما انت هتتجوز. يا دي حتة انا هموت من فرح، فرحان جدا جدا. يا بقى معقولة رمزي ابو الرماميز البنات تتهبل عليا كده؟ اهو يا عم خلي عندك ثقة في نفسك، انت اهبل وتستاهل كل خير. يا ربنا يخليك يا حتة، ده العشم برضه. يا ولد اقول لك ايه؟ ايه؟ انت هتشوف العرايس امتى يا عريس؟ بكره ان شاء الله. رايح بقى هدي حتة كده عشان بقى ايه، هشوف 5 عرايس عشان بقى نختار منهم عرسة ان شاء الله. هو عليهم عرض؟ تصفيات يا ولا، يعني 5 كده يطلع وانا بقى قاعد على الكرسي قوم لافف كده قوم عامل كده واختار عرسة. طب ما تدخلني معاك التصفيات دي وحكم معاكم. لا يا عم، لا انا هبل معاك يا عم. لا اتقل كده اهو، اتقل علشان الرز بقى يستوي. يستوي؟ انت الرز بتاعك شاط والشوطه جت في المدرجات يا رمز. اللهم صل على النبي. يا دبله الخطوبه اه من حق اشتري الدبله منين؟ يلا يا جماعه اللب قرب يخلص. انا حاسس ان السلوبيت احسن من البدله دي. يا خرابي على عملته. يا ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 مش هنروح معاك. لا 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 مش هنروح. لا والنبي مرات عم انا هكنسهم والله، ده انا مش عارف يعني ارد جمايلكم دي فين. ربنا يخليني ليكم يا رب. والله ما ليك عليا حلفان، كاني بجوز عادل ابني بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه مش عاجبك الطول بالعرض اللي واقف واللي هناك دي؟ ما انا مراته والبنت بنت. ما انا عارفه. ما تتسرعش يا رمزي،
ما تتسرعش في الجواز من البنات بتوع اليومين دول يا رمزي. البنات بتوع اليومين دول مليانين سيليكون يا رمزي. سيليكون ولا بلاستيك، احنا هنسيبهم. بقولك ايه يا رمزي، من فضلك قبل ما تنهي اي واحده من العروسات اللي انت رايح تشوفهم دول لازم تاخد رايتنا الاول. طبعا يا خالتي مراني، امال انا واخدكم ليه معايا يعني؟ ها علشان تنقوا معايا بقى وتختاروا. يلا بقى العرايس بقى مستنينا. بس على فكره كان المفروض العرايس دول يحطوا صورهم على الفيسبوك عشان انت تنقي براحتك. طبعا لا طبعا، احنا لازم نشوفهم وش الوش صح. عشان البنات اليومين دول الفوتوشوب بيطلعهم كلهم زي القمر. يا ربي طلعتني حلوه من غير فوتوشوب. يلا يا جماعه بقى، يلا بقى يلا بقى يلا.